مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في هذه التغطية الخبرية والتي تأتيكم بصورة مباشرة ويومية من قناة بلقيس. في تغطيتنا اليوم نناقش العملية السياسية بين الدور الأممي والمبادرة المحلية. لا أحد يرفض السعي لمخرج سياسي يفضي لحل الأزمة اليمنية، وفي المقابل أيضا لا يريد أحد أن تستمر حرب الميليشيا التي تدخل شهرها الثالث ضد اليمنيين، كما لا يمكن أيضا للحوار السياسي أن يكون انقلابا على اتفاقيات دولية ملزمة لجميع الأطراف. هكذا تبدو العملية السياسية وهي تقترب من مؤتمر جنيف غامضة وتحمل من الأسئلة أكثر مما تحمل من الأجوبة. للوقوف أكثر حول جهود إحياء العملية السياسية وإيقاف الحرب في اليمن والدخول في هدنة إنسانية جديدة، سيكون معنا عبر الهاتف في هذه التغطية من القاهرة الكاتبة والباحثة ميساء شجاع الدين، ومن تعز الناشط السياسي عبد الهادي العزعزي. وقبل أن نبدأ هذا النقاش مع ضيوفي نذهب إلى هذا التقرير. ما فقده اليمنيون في صنعاء لن يجدوها في جنيف الذي لا يمكن البناء عليه إلا باعتباره إحدى علامات سوء التواصل بين الأطراف المحلية وتلك الإقليمية والدولية التي تبحث عن مبرر أخلاقي يعفيها من التزامها الحقيقي إزاء تدهور الأوضاع في اليمن. الأطراف اليمنية التي تكثر الحديث عن مؤتمر جنيف وتروج لمكاسبها الخاصة عبره تتساوى جميعها في كونها تقدم رجلا وتؤخر أخرى بحثا عن محفزات أخرى غير تلك المعلنة. ما زالت النفوس كما مخازن الأسلحة مليئة بالكثير من الموت والأكاذيب والخدع والأحقاد التي تضيق بها الحلول السلمية ودعوات الجنوح للسلم. في مباراة جنيف المقبلة لن تكون هناك أهداف بقدر ما ستستمر حالة التعادل السلبي، ولن يتوقف أحد عن اللجوء للعنف بعد كل هذا الدمار. فما زالت الأرواح محمولة على الرماح، وما زالت ديوك المصارعة تقوم بحركات الإحماء في انتظار معركة لا تنتهي إلا بالضربة القاضية. في الطريق إلى جنيف ثمة مبادرات معلنة وأخرى تم تمريرها من تحت الطاولة، وما يتم الإعلان عنه خارج الغرف المغلقة لا يعكس بالضرورة ما تم الاتفاق عليه داخلها. تحولت جنيف إلى كلمة سر تستخدمها كل الأطراف المحلية والدولية التي لكل فريق منها طريقه الخاص إليها وتأويلاته وحتى أدواته ورفاق دربه. فجنيف تعني لهادي وحكومته محاولة للعودة إلى ما قبل 21 سبتمبر الماضي واستعادة الدولة من بين أصابع الميليشيا، بينما هي للأخيرة فرصة لاستكمال مشروع انقضاضها على البلاد والتخلص من صالح الجاثم على صدرها بقواته. وتعني جنيف للأخير مخرج طوارئ يعيده ونجله للواجهة السياسية. وثمة لاعبون آخرون ما زالوا خارج حلبة السباق ويستعدون للانضمام إليها عند انطلاق صافرة البداية، وهناك من يحاول تقديم نفسه كبديل عن كافة تلك الأطراف ويستمر الحبل على الغارب. مبادرة للرئيس الأسبق علي نصر محمد قدمها البارحة للجامعة العربية بعد أيام قليلة من الحديث عن مشاركته في مباحثات مسقط وطرح اسمه ضمن ما قيل إنه اتفاق ضمني بين الأمريكيين والإيرانيين والحوثيين باعتباره خيارا مقبولا لاستلام الملف الجنوبي من الحوثيين. مبادرة ناصر من 10 نقاط لا جديد فيها على سيل المبادرات السابقة، فهي تؤكد على ضرورة انسحاب الميليشيا من المدن والعودة لطاولة المفاوضات مع منح القضية الجنوبية أولوية بناء على تصورات الجنوبيين، وهي عبارة عن أفكار فيها مزيج من عدة أفكار سابقة. الأمم المتحدة مصابة أيضا بعقدة التناقضات، وهي تفشل كثيرا في إيصال رسائل مطمئنة لكافة الأطراف، فحين تدعو في طهران للالتحاق بالمشاورات بدون اشتراطات مسبقة تعود لتقول في الرياض والدوحة إن جنيف سيكون مبنيا على القرارات الأممية والمبادرة الخليجية. وربما تكشف هذه التناقضات بشكل واضح أن الحل لن يكون في جنيف ولن يكون خارجها حتى هذه اللحظة على الأقل. إذن للنقاش انضمت إلينا الآن من القاهرة الكاتبة والباحثة ميساء شجاع الدين. بداية مرحبا بك أستاذة ميساء. أهلا فيك أستاذة ميساء. تصريحات هادي وبحاح تؤكد بأن مؤتمر جنيف هو مؤتمر تشاور وليس مؤتمر تفاوض، في حين يطرح الطرف الآخر عكس ذلك. كيف تقرأين النظرة المختلفة لأطراف جنيف وهم في طريقهم إليه؟ الحوثي يبدو أنه بيحاول يقدم نفسه كطرف متحمس للتسوية السياسية، لكن إمكانية أنه يقدم تنازلات حقيقية على الأرض أعتقد أنها صعبة. الطرف الثاني السعودية هي من البداية مش متحمسة أصلا للتسوية،
يعني هي من البداية مش ميالة لفكرة التسوية تحت مظلة دولية، لأنها ما حابة يكون الملف اليمني ملفها، فهي محتاجة لحسم عسكري قبلها، وهذا ما حصلش حتى الآن. لكن واضح أن السعودية مش متحمسة أبدا لمؤتمر جنيف، وقبل كذا الحكومة رفضت حضور المؤتمر، طبعا هو على حسب مضيفها الحكومة بتتحرك. وبعدها واضح تحت ضغط دولي قبلوا بحضور المؤتمر، وحتى الآن والحديث عن تشاوري مش تفاوضي هو أقرب للواقع يعني. نعم، هذه الجدلية من وجهة نظرك هل ربما تؤدي أو تفضي في نهاية المطاف إلى فشل جنيف؟ هو أكيد المؤتمر جنيف مش ممكن يوصل للتسوية يعني، أو ممكن يوصل بأحسن الحالات ممكن يوصل لخطوط عريضة لاحتمالية تسوية قادمة يعني. لكن معظم المطروح الآن حتى الآن أنهم ينسحبوا من عدن، بس يعني الحديث معظمه عن انسحاب من عدن مش من كل المدن، وعودة هادي لعدن، وغير وقت قصف يعني، أو على الأقل تحجيمة يعني، أو على الأقل تخفيفة يعني. يعني الحديث يعني أساسة التطلعات متواضعة أصلا حتى في حال نجاحها يعني، هذا لو فرضنا في احتمالية نجاح. نعم، يعني من جهتك أستاذ عبد الهادي العزعزي، بداية مرحبا بك أستاذ عبد الهادي. أهلا وسهلا. نعم، من ناحيتك كيف تتابع هذه التصريحات التي تسبق مؤتمر جنيف؟ إلى الآن لا مؤتمر جنيف ولا التصريحات ولا المبادرات قادرة على الأزمة اليمنية. نعم. ما يحدث اليوم في اليمن أن هنالك حوارا من نوع آخر، حوارا بلغة الإسراء، حوارا بلغة البنادق، وهي استمرارا للعملية السياسية، أليس كالحرب؟ استمرار للعملية السياسية لكن بأدوات أخرى، يكون الناتج الفارق الوحيد بينها وبين الطاولة هو فارق دقيق جدا، أن من يهزم في الحرب يخرج من على الطاولة، لكن ويحدد من كان المسؤول عن الأحداث يتحملها المهزوم، لكن في العملية السياسية المهزوم دائما الشعب. نعم أستاذ عبد الهادي، إذا أنت تعتقد بأن هذه مؤتمر جنيف في نهاية المطاف سيؤول إلى فشل ما لم يحسم الأمر في الميدان؟ أنا أعتقد أن مؤتمر جنيف لن يكون سوى ذرا للرماد على العيون، مؤتمر جنيف ليس سوى إعادة الأمم المتحدة، تلك المنظمة العجوز التي فقدت مهامها في العالم إلى الواجهة، هذه المنظمة تعمرت منذ العام 1945 بعد تشكيل الأمم المتحدة، وهي تبحث لنفسها عن دور داخل صراع أطراف لدائعي السلاح الخمسة في العالم الذين يملكون حق الفيتو. هنا صراع على إعادة رسم ملامح المنطقة، يسعى الجميع إلى تقاسمه، هناك صراع دولي وهناك صراع محلي. اليمن دائما يسقط ضحية صراع دولي تقول له ممثلات إقليمية. لكن الحديث يدور حول الذهاب للبحث ومشاورة آليات تنفيذية لتنفيذ القرار الأممي 2216، هذا ما جاء في تصريحات صارمة لرئيس الوزراء نائب رئيس الجمهورية اليوم. رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية والقوى السياسية في اليمن مع الأسف الشديد الجميع أسقطوا الدولة ولم يكونوا يدركوا أنهم استطعوا أنفسهم. الجميع لم يتعامل في القضية الوطنية بقضية منطقية أو بالتزام وطني كافي. كان يمكن أن لا يصل إلى ما وصلنا إليه لو أن الأحزاب والقوى السياسية وصلت إلى ما نسميه بالعزل الوطني. أي طرف لا يحترم السيادة الوطنية والوضع الوطني كان يمكن عزله ومقاطعته من الجميع والضغط عليه وإعادته. لكن في اليمن ما يحصل أن هناك صراع لهويات بمسميات سياسية. هناك إعادة فرض للتحالفات، الجميع يقتسم الدولة وبالتالي يلتهم الشعب. هل كان هؤلاء كنا بحاجة إلى أكثر من 10,000 الذين سقطوا بين قصرين وجريح خلال الأيام الماضية الذي تحقق دمر المدن؟ هل جنيف لديها القدرة على أن تحيي الموتى وتعيد بناء المدن؟ أم أن سوف تعيد أطراف الأزمة اليمنية التي هي النخبة السياسية كما يقول تقرير شكم هاوس البريطاني
هي السبب الرئيسي في كل ما نعاني اليوم، هي من مزقت النسيج الاجتماعي، هي من دمرت الوعي الوطني، هي التي لم تقل لها موقف واضح، وهذا هو السبب الأساسي. نعم سيد عبد الهادي، ابقى معنا، سوف ننقل جزء من هذه التساؤلات التي طرحتها إلى الأستاذة ميساء شجاعة الدين. إذا الأستاذ عبد الهادي يعني يتحدث عن فشل الأمم المتحدة ومجلس الأمن في إدارة كثير من القضايا التي أشرفت عليها، وتحدث عن ما يشبه مؤامرة دولية، هل تتفقي معه في ذلك؟ وفي نهاية المطاف هو يتحدث عن فشل بطبيعة الحال لمؤتمر جنيف كما يعني جاء في معطياته. الأمم المتحدة عموما هي فاشلة التسويات، هذا معروف يعني. المرة الماضية نجحت نسبيا في المبادرة الخليجية في المرحلة الأولى لأنه كان في إجماع دولي على موضوع اليمن، لكن الآن هذا الإجماع مش موجود، في انقسام في المجتمع الدولي تجاه اليمن بعد ما تقول اليمن حالة الاستقطاب الإقليمي والدولي ما بين محور إيران وروسيا ومحور السعودية والخليج، يعني ما بقدرش اقول امريكا لان امريكا ايضا لها مصالحها مع الحوثي في او لها اولوياتها في خصوص مكافحه الارهاب، وممكن تعتبر الحوثي حليف محتمل لها. فبالتالي يعني ما بقدرش اقول مؤامره، ممكن نقول تلاقي مصالح ما بين الدول الغربيه والحوثي في المرحله الحاليه. هذا بخصوص الغرب يعني، لكن نعم يرى ايضا البعض بان ربما هذا الغطاء الاممي هو لاطاله امد الازمه، هل تعتقدي بذلك؟ اصلا الامم المتحده ايش بايدها؟ يعني عقوبات دوليه، ايش طبيعه العقوبات اللي ممكن تاثر على الحوثي؟ لا عندهم ارصده في البنك ولا عندهم جوازات سفر يسافروا لبرا. فكرة إن أنت تجمع قوات دولية لحفظ السلام في اليمن تكون مكلفة بشريا، وهي عادة هذه قوات حفظ السلام بتكون أصلا في مناطق انتهى فيها الصراع، هي بس مجرد إنها تراقب الوضع ولا تتدخل. فبالتالي الأمم المتحدة عمليا إمكانية إنها تتدخل في اليمن ضعيفة أصلا، يعني مساحة الفعل لها داخل اليمن ضعيفة. نعم، إذا أيضا أتحول بهذا السؤال إلى السيد عبد الهادي العزعزي، ابقي معنا أستاذة ميساء. سيد عبد الهادي، إذا ما قيمة العقوبات تحت البند السابع طالما وأن الأطراف الآن تذهب للتحاور مع من هم تحت طائلة العقوبات؟ المسألة ليست الذهاب فقط للتحاور مع من هم تحت طائلة العقوبات، ولكن جرى فرز الوضع في اليمن إلى نصفين إلى جماعة انقلاب، وبالتالي أعطت لها شرعية على اعتبار أنها مسيطرة على الأرض. مع الأسف الشديد من مسند لهم الدولة يتعاملون معها على أنها شيئا يملكه الآخرين وليست من مسؤولياتهم. رئيس الوزراء وأيضا رئيس الجمهورية تعاملوا مع المسألة وكأنهم بيت أمانات وبيت أمانات سيء منذ البداية، كل الأدوات والسلطة والقوى السياسية التي هي الإشكال الحقيقي داخل البلد. كل هذه الجماعة ليست ديمقراطية أولا، لديها مفهوم الدولة ضبابي وغائب، كل مجموعة لديها مفهوم. أي جماعة؟ هو. أي جماعة تقصد أستاذ عبد الهادي؟ من هي الجماعة غير الديمقراطية التي تتحدث عنها؟ العصبيات الحاكمة لا يستطيع أن يدير الأمور ويصبح هو الدولة على الآخرين. لا جزء من الدولة، هذا الإشكال الرئيسي القائم اليوم. سوف يجري فرز البلد إلى نصفين وقد يفرز إلى جغرافيا أيضا، وهنا كارثة أو مشكلة كبيرة في آلية التصويت. ما يجري هو أن الأمم المتحدة تحاول فرز هذا المشهد الضبابي، وبالتالي الشارع غائب. هذه القوى أيضا جزء من الماضي، لا تعبر عن الشارع بالشكل المطلوب هو الكامل، لأن القوى القائمة اليوم هي عبارة عن امتيازات للماضي. أغلب مثلا القيادات الجنوبية هي من امتياز الجبهة القومية وجبهة التحرير، وأغلب قيادات الأحزاب والمكونات في الشمال هي جماعات كانت ومن ما كان يشكل بالأحزاب الانقلابية ما قبل عام 1990، وبالتالي هنالك عصبية قائمة، ليست عصبية الدولة ولكن عصبية الجماعات.
فهذا الصراع قائم على هذا الأساس، وهناك حالة استجداد بفعل الموقع الاستراتيجي للمكان، هناك حالة بفعل هذا المندب تستجدي قوى دولية وقوى محلية من أجل الصراع. فبالتالي الأمم المتحدة لم تحسم الأمر ولو كانت تريد الحصول، أو لحسمته منذ وقت مبكر، كما أن القوى السياسية هذه هي سبب المشكلة. نعم، لكن اليوم سيد عبد الهادي، اليوم جاءت تصريحات بحاح قوية ويعني مفاجئة للكثيرين. تحدث بحاح بلغة المقاومة وبصوت المقاومة، وقال بالحرف بأن نحن نمثل المقاومة، وأننا نحن نتبع المقاومة وليست المقاومة هي من تتبعنا، وأننا سوف نمثل المقاومة في جنيف. كيف تابعت هذه التصريحات؟ العفو، من الذي قال؟ بحاح اليوم في مؤتمر الصحفي كان واضحا وصريحا وتحدث بقوة لصالح المقاومة، وقال صراحة بأن الحكومة هي من تمثل المقاومة وليس العكس. المقاومة يجب أن تكون لها قيادة ممثلة برأس الدولة، يجب أن يعلن نفسه أنه مكلف باستعادة الدولة من قبل الشعب باعتباره رئيس، حتى لا يحاكم في الخيانة العظمى. عليه أن يكون هو القائد لهذه المقاومة، هو ورئيس الوزراء والحكومة، وأن يعملوا على هذا الأساس. إن كانوا يعتبرون الطرف الآخر جماعة انقلابية كما يطرحون، لكن مع الأسف الشديد هو يتبع المقاومة، وبالتالي من يقود المقاومة هو السؤال الأهم. دولة أو حكومة، وزير دفاعها معتقل، ورئيس هيئة الأركان يعيش خارج السياق، وهناك مقاومات وليست مقاومة واحدة، وبالتالي ما أدوات التنسيق ما بينها؟ كيف يجري التنسيق؟ أين قيادة المقاومة حتى لا ندخل في إشكال ليبيا؟ هناك مقاومة تنتعش في إب، في الحديدة، في مأرب، في حضرموت، في شبوة، في الجنوب. هذا أمر عليهم أن لا يتنصلوا من مسؤولياتهم، فهو لا يمثل هنا، عليه أن يكون رأس المقاومة من أجل أن يمثلها، وبالتالي أن يوفر كافة إمكانياتها، لا أن يترك الناس يقاومون بجهودهم الشعبي، وبالتالي هذه العملية تصبح شبه منفصلة، وعليه أن يحدد منهم شركاء في عملية المقاومة بشكل عام، من القوى السياسية، من الفئة الاجتماعية، بشكل واضح وصريح. إذن من هم شركاء الحكومة في المقاومة للمرحلة القادمة؟ أستاذة ميساء، يعني تحدث بحاح اليوم عن المقاومة وعن تمثيل حكومة للمقاومة في البداية، كيف تابعتي هذا التصريحات، وكيف يمكن أن تترجم هذه التصريحات إلى واقع في حين أن المقاومة غير ممثلة عمليا في جنيف ولا في الأعضاء الذاهبون إلى جنيف؟ مش ممكن تمثيلها لأنها مقاومة غير منظمة. يعني حتى الآن ما فيش قيادات أسامي معروفة للمقاومة نقدر نتكلم عنها، فلان سيمثل المقاومة في عدن أو فلان سيمثلها في المنطقة الفلانية. يعني هذا عملية لسه مبكرة، المقاومة ما بتتشكل. إذا كيف فهمتي رمزية هذا التصريح؟ كيف يمكن تكون الآلية التنفيذية لتمثيل الحكومة فعلا للمقاومة في جنيف؟ أعتقد أنه ممكن التصريح هو توجه لأنه الحكومة تبدأ تخلق لها قيادات عسكرية محلية، يعني يكون يبدأ يتشكل شكل أشكال دعم من الحكومة المنفى إلى أطراف سياسية داخل البلد، الاعتماد عليها مثل اللواء المقدشي. ما حصل مع اللواء المقدشي حاليا إلى حد ما بس مش معترف فيه تماما، مثل المخلافي، يعني أشياء من هذا القبيل. احتمال أنه توجه جديد للحكومة لا زال في بدايته. نعم، من ناحية أخرى أيضا تقدم يعني يوم أمس الرئيس السابق علي ناصر محمد بمبادرة لحل الأزمة اليمنية، وقبله تقدم أيضا الاشتراكي والناصري بمبادرة، لكنها بطبيعة الحال تحدث بعض المراقبين بأن هذه المبادرات تبدو غير واضحة وأنها ساوت بين الضحية والجلاد. كيف تابعت هذه المبادرات التي قدمت لحل الأزمة اليمنية؟ أولا الضحية والجلاد هذه مفاهيم أخلاقية صحيح، بس أنه في النهاية إحنا أمام أمر واقع، في طرف مسلح ومسيطر على الأرض وطرف يريد أن يكون له وجود على الأرض، فالمسألة هنا وعندنا حرب وعندنا كارثة إنسانية، فعندنا مجموعة عوامل صعب أن إحنا نبدأ نفكر بالمسألة من هذه الزاوية.
لكن المبادرات المطروحة حتى الآن معظمها مبادرات إبراء ذمة أكثر منها مبادرات قابلة للتنفيذ. إبراء ذمة أم أنها جاءت بإيعاز من أطراف أخرى كما يرى بعض المراقبون بأن هذه المبادرات تأتي لصالح طرف ضد طرف آخر لتعزز وتقوي أوراق التفاوض لجهة يعني ضد أخرى؟ في النهاية كل المبادرات يعني غير مهمة. عندنا احنا قرار أممي اللي هو قرار 22/16، كل المبادرة أي مبادرة لا تتمحور حوالين بنود هذا القرار، وهذا بنود هذا القرار هي لصالح الحكومة في الرياض بشكل كبير. فبالتالي أي مبادرة خارج بنود هذا القرار الأممي محكومة بالفشل. في الأخير الحكومة الرياض تمتلك قرار أممي هو لصالحها إلى حد كبير. فبالتالي هذه النقطة. ثانيا أنا مش شايفة في تشابه كبير ما بين مبادرة الحزب الاشتراكي على مبادرة علي ناصر محمد مثلا، لكل طرف له دوافع على ما أعتقد. هو الحديث عن أطراف متصارعة وعن جميع الأطراف وتعميم هذه العبارات ربما هو القاسم المشترك بين هذه المبادرات. هذا أكيد، يعني في الأخير هي مبادرات سياسية بتحاول تيجي من أطراف بيقدموا نفسهم كأطراف محايدين، إنه في أطراف متصارعة وإحنا طرف محايد بنقدم مبادرة. فبطبيعي أنه حيتكلم على أطراف متصارعة لن يتحدث على طرف مخطئ أو طرف مصيب يعني مثلا. نعم. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في هذه التغطية الخبرية والتي تأتيكم بصورة مباشرة ويومية من قناة بلقيس. في تغطيتنا اليوم نناقش العملية السياسية بين الدور الأممي والمبادرة المحلية. لا أحد يرفض السعي لمخرج سياسي يفضي لحل الأزمة اليمنية، وفي المقابل أيضا لا يريد أحد أن تستمر حرب الميليشيا التي تدخل شهرها الثالث ضد اليمنيين، كما لا يمكن أيضا للحوار السياسي أن يكون انقلابا على اتفاقيات دولية ملزمة لجميع الأطراف. هكذا تبدو العملية السياسية وهي تقترب من مؤتمر جنيف غامضة وتحمل من الأسئلة أكثر مما تحمل من الأجوبة. للوقوف أكثر حول جهود إحياء العملية السياسية وإيقاف الحرب في اليمن والدخول في هدنة إنسانية جديدة، سيكون معنا عبر الهاتف في هذه التغطية من القاهرة الكاتبة والباحثة ميساء شجاع الدين، ومن تعز الناشط السياسي عبد الهادي العزعزي. وقبل أن نبدأ هذا النقاش مع ضيوفي نذهب إلى هذا التقرير. ما فقده اليمنيون في صنعاء لن يجدوها في جنيف الذي لا يمكن البناء عليه إلا باعتباره إحدى علامات سوء التواصل بين الأطراف المحلية وتلك الإقليمية والدولية التي تبحث عن مبرر أخلاقي يعفيها من التزامها الحقيقي إزاء تدهور الأوضاع في اليمن. الأطراف اليمنية التي تكثر الحديث عن مؤتمر جنيف وتروج لمكاسبها الخاصة عبره تتساوى جميعها في كونها تقدم رجلا وتؤخر أخرى بحثا عن محفزات أخرى غير تلك المعلنة. ما زالت النفوس كما مخازن الأسلحة مليئة بالكثير من الموت والأكاذيب والخدع والأحقاد التي تضيق بها الحلول السلمية ودعوات الجنوح للسلم. في مباراة جنيف المقبلة لن تكون هناك أهداف بقدر ما ستستمر حالة التعادل السلبي، ولن يتوقف أحد عن اللجوء للعنف بعد كل هذا الدمار. فما زالت الأرواح محمولة على الرماح، وما زالت ديوك المصارعة تقوم بحركات الإحماء في انتظار معركة لا تنتهي إلا بالضربة القاضية. في الطريق إلى جنيف ثمة مبادرات معلنة وأخرى تم تمريرها من تحت الطاولة، وما يتم الإعلان عنه خارج الغرف المغلقة لا يعكس بالضرورة ما تم الاتفاق عليه داخلها. تحولت جنيف إلى كلمة سر تستخدمها كل الأطراف المحلية والدولية التي لكل فريق منها طريقه الخاص إليها وتأويلاته وحتى أدواته ورفاق دربه. فجنيف تعني لهادي وحكومته محاولة للعودة إلى ما قبل 21 سبتمبر الماضي واستعادة الدولة من بين أصابع الميليشيا، بينما هي للأخيرة فرصة لاستكمال مشروع انقضاضها على البلاد والتخلص من صالح الجاثم على صدرها بقواته. وتعني جنيف للأخير مخرج طوارئ يعيده ونجله للواجهة السياسية. وثمة لاعبون آخرون ما زالوا خارج حلبة السباق ويستعدون للانضمام إليها عند انطلاق صافرة البداية، وهناك من يحاول تقديم نفسه كبديل عن كافة تلك الأطراف ويستمر الحبل على الغارب.
مبادرة للرئيس الأسبق علي نصر محمد قدمها البارحة للجامعة العربية بعد أيام قليلة من الحديث عن مشاركته في مباحثات مسقط وطرح اسمه ضمن ما قيل إنه اتفاق ضمني بين الأمريكيين والإيرانيين والحوثيين باعتباره خيارا مقبولا لاستلام الملف الجنوبي من الحوثيين. مبادرة ناصر من 10 نقاط لا جديد فيها على سيل المبادرات السابقة، فهي تؤكد على ضرورة انسحاب الميليشيا من المدن والعودة لطاولة المفاوضات مع منح القضية الجنوبية أولوية بناء على تصورات الجنوبيين، وهي عبارة عن أفكار فيها مزيج من عدة أفكار سابقة. الأمم المتحدة مصابة أيضا بعقدة التناقضات، وهي تفشل كثيرا في إيصال رسائل مطمئنة لكافة الأطراف، فحين تدعو في طهران للالتحاق بالمشاورات بدون اشتراطات مسبقة تعود لتقول في الرياض والدوحة إن جنيف سيكون مبنيا على القرارات الأممية والمبادرة الخليجية، وربما تكشف هذه التناقضات بشكل واضح أن الحل لن يكون في جنيف ولن يكون خارجها حتى هذه اللحظة على الأقل. إذن للنقاش انضمت إلينا الآن من القاهرة الكاتبة والباحثة ميساء شجاع الدين. بداية مرحبا بك أستاذة ميساء. أهلا فيك أستاذة ميساء. تصريحات هادي وبحاح تؤكد بأن مؤتمر جنيف هو مؤتمر تشاور وليس مؤتمر تفاوض، في حين يطرح الطرف الآخر عكس ذلك. كيف تقرأين النظرة المختلفة لأطراف جنيف وهم في طريقهم إليه؟ الحوثي يبدو أنه بيحاول يقدم نفسه كطرف متحمس للتسوية السياسية، لكن إمكانية أنه يقدم تنازلات حقيقية على الأرض أعتقد أنها صعبة. الطرف الثاني السعودية هي من البداية مش متحمسة أصلاً للتسوية، يعني هي من البداية مش ميالة لفكرة التسوية تحت مظلة دولية، لأنها حابة يكون الملف اليمني ملفها، فهي محتاجة لحسم عسكري قبلها وهذا ما حصلش حتى الآن. لكن واضح أن السعودية مش متحمسة أبدا لمؤتمر جنيف، وقبل كذا الحكومة رفضت حضور المؤتمر، طبعا هو على حسب مضيفها الحكومة بتتحرك، وبعدها واضح تحت ضغط دولي قبلوا بحضور المؤتمر، وحتى الآن والحديث عن تشاوري مش تفاوضي هو أقرب للواقع يعني. نعم. هذه الجدلية من وجهة نظرك هل ربما تؤدي أو تفضي في نهاية المطاف إلى فشل جنيف؟ هو أكيد المؤتمر جنيف مش ممكن يوصل للتسوية يعني، أو ممكن يوصل بأحسن الحالات ممكن يوصل لخطوط عريضة لاحتمالية تسوية قادمة يعني، لكن معظم المطروح الآن حتى الآن أنهم ينسحبوا من عدن، بس يعني الحديث معظمه عن انسحاب من عدن مش من كل المدن، وعودة هادي لعدن وغير وقت قصر يعني، أو على الأقل تحجيمة يعني، أو على الأقل تخفيفة يعني. يعني الحديث يعني أساسة التطلعات متواضعة أصلا حتى في حال نجاحها يعني، هذا لو افترضنا في احتمالية نجاح. نعم، يعني من جهتك أستاذ عبد الهادي العزعزي، بداية مرحبا بك أستاذ عبد الهادي. أهلا وسهلا. نعم، من ناحيتك كيف تتابع هذه التصريحات التي تسبق مؤتمر جنيف؟ إلى الآن لا مؤتمر جنيف ولا التصريحات ولا المبادرات قادرة على الأزمة اليمنية. نعم. ما يحدث اليوم في اليمن أن هنالك حوارا من نوع آخر، حوارا بلغة أخرى، حوارا بلغة البنادق، وهي استمرارا للعملية السياسية، ليست الحرب، استمرار العملية السياسية لكن بأدوات أخرى، يكون الناتج الفارق الوحيد بينها وبين الطاولة هو فارق دقيق جدا، أن من يهزم في الحرب يخرج من على الطاولة، لكن ويحدد من كان المسؤول عن الأحداث يتحملها المهزوم، لكن في العملية السياسية المهزوم دائما الشعب. نعم أستاذ عبد الهادي، إذا أنت تعتقد بأن هذه مؤتمر جنيف في نهاية المطاف سيؤول إلى فشل ما لم يحسم الأمر في الميدان؟ أنا أعتقد أن مؤتمر جنيف لن يكون سوى ذرا للرماد على العيون. مؤتمر جنيف ليس سوى إعادة الأمم المتحدة، تلك المنظمة العجوز التي فقدت مهامها في العالم
إلى الواجهة. هذه المنظمة تعمرت منذ العام 1945 بعد تشكيل الأمم المتحدة، وهي تبحث لنفسها عن دور داخل صراع أطراف لدائعي السلاح الخمسة في العالم الذين يملكون حق الفيتو. هنا اقتراع على إعادة رسم ملامح المنطقة، يسعى الجميع إلى تقاسمه. هنا اقتراع دولي وهو اقتراع محلي. اليمن دائما يسقط ضحية اقتراع دولي تقول له ممثلات إقليمية. لكن الحديث يدور حول الذهاب للبحث ومشاورة آليات تنفيذية لتنفيذ القرار الأممي 2216، هذا ما جاء في تصريحات صارمة لرئيس الوزراء نائب رئيس الجمهورية اليوم. رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية والقوى السياسية في اليمن مع الأسف الشديد الجميع أسقطوا الدولة ولم يكونوا يدركوا أنهم مسقطون أنفسهم. الجميع لم يتعامل في القضية الوطنية بقضية منطقية أو بالتزام وطني كافي. كان يمكن أن لا نصل إلى ما وصلنا إليه لو أن الأحزاب والقوى السياسية وصلت إلى ما نسميه بالعزل الوطني. أي طرف لا يحترم السيادة الوطنية والوضع الوطني كان يمكن عزله ومقاطعته من الجميع والضغط عليه وإعادته. لكن في اليمن ما يحصل أن هناك صراع لهويات بمسميات سياسية. هناك إعادة فرض للتحالفات، الجميع يقتسم الدولة وبالتالي يلتهم الشعب. هل كان هؤلاء كنا بحاجة إلى أكثر من 10,000 الذين سقطوا بين قصيين وجريء خلال الأيام الماضية الذي تحقق جمهورة المدن؟ هل جنيف لديها القدرة على أن تحيي الموتى وتعيد بناء المدن؟ أم أن سوف تعيد أطراف الأزمة اليمنية التي هي النخبة السياسية كما يقول تقرير شتم هاوس البريطاني هي السبب الرئيسي في كل ما نعاني اليوم؟ هي من مزقت النسيج الاجتماعي، هي من دمرت الوعي الوطني، هي التي لم تقل لها موقف واضح، وهذا هو السبب الأساسي. نعم سيد عبد الهادي، ابقى معنا، سوف ننقل جزء من هذه التساؤلات التي طرحتها إلى الأستاذة ميساء شجاعة الدين. إذا الأستاذ عبد الهادي يعني يتحدث عن فشل الأمم المتحدة ومجلس الأمن في إدارة كثير من القضايا التي أشرفت عليها، وتحدث عن ما يشبه مؤامرة دولية، هل تتفقي معه في ذلك؟ وفي نهاية المطاف هو يتحدث عن فشل بطبيعة الحال لمؤتمر جنيف كما يعني جاء في معطياته. الأمم المتحدة عموما هي فاشلة التسويات، هذا معروف يعني. المرة الماضية مزحت نسبيا في المبادرة الخليجية في المرحلة الأولى لأنه كان في إجماع دولي على موضوع اليمن. لكن الآن هذا الإجماع مش موجود، في انقسام في المجتمع الدولي تجاه اليمن بعد ما تقول اليمن حالة الاستقطاب الإقليمي والدولي ما بين محور إيران وروسيا ومحور السعودية والخليج، يعني ما نقدرش نقول امريكا لان امريكا ايضا لها مصالحها مع الحوثي في او لها اولوياتها في خصوص مكافحه الارهاب، وممكن تعتبر الحوثي حليف محتمل لها. فبالتالي يعني ما نقدرش نقول مؤامره، ممكن نقول تلاقي مصالح ما بين الدول الغربيه والحوثي في المرحله الحاليه. هذا بخصوص الغرب يعني. لكن نعم يرى أيضا البعض بأن ربما هذا الغطاء الأممي هو لإطالة أمد الأزمة، هل تعتقدي بذلك؟ أصلا الأمم المتحدة إيش بإيدها؟ يعني عقوبات دولية، إيش طبيعة العقوبات اللي ممكن تأثر على الحوثي؟ لا عندهم أرصدة في البنك ولا عندهم جوازات سفر يسافروا لبرا. فكرة أن أنت تجمع قوات دولية لحفظ السلام في اليمن تكون مكلفة بشريا، وهي عادة هذه قوات حفظ السلام بتكون في أصل في مناطق انتهى فيها الصراع، بس مجرد أنها تراقب الوضع ولا تتدخل. فبالتالي الأمم المتحدة عمليا إمكانية أنها تتدخل في اليمن ضعيفة أصلا، يعني مساحة الفعل لها داخل اليمن ضعيفة. نعم، إذا أيضا أتحول بهذا السؤال إلى السيد عبد الهادي العزعزي، ابقي معنا أستاذة ميساء. سيد عبد الهادي، إذا ما قيمة العقوبات تحت البند السابع طالما وأن الأطراف الآن تذهب للتحاور مع من هم تحت طائلة العقوبات؟
المسألة ليست الذهاب فقط للتحاور مع من هم تحت طائلة العقوبات، ولكن جرى طرز الوضع في اليمن إلى نصفين إلى جماعة انقلاب، وبالتالي أعطت لها شرعية على اعتبار أنها مسيطرة على الأرض. مع الأسف الشديد من أسند لهم الدولة يتعاملون معها على أنها شيئا يملكه الآخرين وليست من مسؤولياتهم. رئيس الوزراء وأيضا رئيس الجمهورية تعاملوا مع المسألة وكأنهم بيت أمانات وبيت أمانات سيء منذ البداية، كل الأدوات والسلطة والقوى السياسية التي هي الإشكال الحقيقي داخل البلد. كل هذه الجماعة ليست ديمقراطية أولا، اثنين لديها مفهوم الدولة ضبابي وغائب، كل مجموعة لديها مفهوم. أي جماعة هو. أي جماعة تقصد أستاذ عبد الهادي؟ من هي الجماعة غير الديمقراطية التي تتحدث عنها؟ العصبيات الحاكمة لا يستطيع أن يدير الأمور ويصبح هو الدولة على الآخرين. لا جزء من الدولة. هذا الإشكال الرئيسي القائم. اليوم سوف يجري فرز البلد إلى نصفين وقد يفرز إلى جغرافيا أيضا، وهنا كارثة أو مشكلة كبيرة في آلية التصنيف. ما يجري هو أن الأمم المتحدة تحاول فرز هذا المشهد الضبابي، وبالتالي الشارع غائب. هذه القوى أيضا جزء من الماضي، لا تعبر عن الشارع بالشكل المطلوب هو الكامل، لأن القوى القائمة اليوم هي عبارة عن امتيازات للماضي. أغلب مثلا القيادة الجنوبية هي امتياز الجبهة القومية وجبهة التحرير، وأغلب قيادات الأحزاب والمكونات في الشمال هي جماعات كانت ضمن ما كان يشكل بالأحزاب الانقلابية ما قبل عام 1990، وبالتالي هنالك عصبية قائمة، ليست عصبية الدولة ولكن عصبية الجماعات. وهذا الصراع قائم على هذا الأساس، وهناك حالة استجداء بفعل الموقع الاستراتيجي للمكان، هناك حالة بفعل باب المندب تستجدي قوى دولية وقوى محلية من أجل الصراع. وبالتالي الأمم المتحدة لم تحسم الأمر ولو كانت تريد حسمه لحسمته منذ وقت مبكر، كما أن القوى السياسية هذه هي سبب المشكلة. نعم، لكن اليوم سيد عبد الهادي اليوم جاءت تصريحات بحاح قوية ويعني مفاجئة للكثيرين. تحدث بحاح بلغة المقاومة وبصوت المقاومة وقال بالحرف بأن نحن نمثل المقاومة وأننا نحن نتبع المقاومة وليست المقاومة هي من تتبعنا وأننا سوف نمثل المقاومة في جنيف. كيف تابعت هذه التصريحات؟ العفو، من الذي قال؟ بحاح اليوم في مؤتمر الصحفي كان واضحا وصريحا وتحدث بقوة لصالح المقاومة وقال صراحة بأن الحكومة هي من تمثل المقاومة وليس العكس. المقاومة يجب أن تكون لها قيادة ممثلة برأس الدولة، يجب أن يعلن نفسه أنه مكلف باستعادة الدولة من قبل الشعب باعتباره رئيس حتى لا يحاكم بالخيانة العظمى. عليه أن يكون هو القائد لهذه المقاومة، هو ورئيس الوزراء والحكومة، وأن يعملوا على هذا الأساس. إن كانوا يعتبرون الطرف الآخر جماعة انقلابية كما يطرحون، لكن على الأسف الشديد هو يتبع المقاومة، وبالتالي من يقود المقاومة هو السؤال الأهم. دولة أو حكومة، وزير دفاعها معتقل، ورئيس هيئة الأركان يعيش خارج السياق، وهناك مقاومات وليست مقاومة واحدة. وبالتالي ما أدوات التنسيق ما بينها؟ كيف يجري التنسيق؟ أين قيادة المقاومة حتى لا ندخل في إشكال ليبيا؟ هناك مقاومة تنتعش في إب، في الحديدة، في مأرب، في حضرموت، في شبوة، في الجنوب. هذا أمر عليهم أن لا يتنصلوا من مسؤولياتهم، فهو لا يمثل. هنا عليه أن يكون رأس المقاومة من أجل أن يمثلها، وبالتالي أن يوفر كافة إمكانياتها، لا أن يترك الناس يقاومون بجهودهم الشعبي، وبالتالي هذه العملية تصبح شبه منفصلة، وعليه أن يحدد منهم شركاء في عملية المقاومة بشكل عام من القوى السياسية من الفئة الاجتماعية بشكل واضح وصريح. إذن من هم شركاء الحكومة في المقاومة للمرحلة القادمة؟ أستاذة ميساء، يعني تحدث بحاح اليوم عن المقاومة وعن تمثيل الحكومة للمقاومة. في البداية كيف تابعت هذا التصريحات وكيف يمكن أن تترجم هذه التصريحات إلى واقع في حين أن المقاومة غير ممثلة عمليا في جنيف ولا في الأعضاء الذاهبون إلى جنيف؟ مش ممكن تمثيلها لأنها مقاومة غير منظمة. يعني حتى الآن ما فيش قيادات أسامي معروفة للمقاومة.
نقدر نتكلم عنها ان فلان سيمثل المقاومه في عدن او فلان سيمثلها في المنطقه الفلانيه، يعني هذا عمليه لسه مبكره، المقاومه ما بتتشكل. اذا كيف فهمتي رمزيه هذا التصريح؟ كيف يمكن تكون الاليه التنفيذيه لتمثيل الحكومه فعلا للمقاومه في جنيف؟ اعتقد انه ممكن التصريح هو توجه، لانه هو الحكومه تبدا تخلق لها قيادات عسكريه محليه، يعني يكون يبدا يتشكل شكل اشكال دعم من الحكومه المنفى الى اطراف سياسيه داخل البلد، الاعتماد عليها مثل اللواء المقدشي، ما حصل مع اللواء المقدشي حاليا الى حد ما بس مش معترف فيه تماما، مثل المخلافي، يعني اشياء من هذا القبيل. احتمال انه توجه جديد للحكومه لا زال في بدايته. نعم. من ناحية أخرى أيضا تقدم يعني يوم أمس الرئيس السابق علي ناصر محمد بمبادرة لحل الأزمة اليمنية، وقبله تقدم أيضا الاشتراكي والناصري بمبادرة، لكنها بطبيعة الحال تحدث بعض المراقبين بأن هذه المبادرات تبدو غير واضحة وأنها ساوت بين الضحية والجلاد. كيف تابعت هذه المبادرات التي قدمت لحل الأزمة اليمنية؟ أولا الضحية والجلاد هذه مفاهيم أخلاقية صحيح، بس أنه في النهاية إحنا أمام أمر واقع، في طرف مسلح ومسيطر على الأرض وطرف يريد أن يكون له وجود على الأرض، فالمسألة هنا وعندنا حرب وعندنا كارثة إنسانية، فعندنا مجموعة عوامل صعب أن إحنا نبدأ نفكر بالمسألة من هذه الزاوية. لكن المبادرات المطروحة حتى الآن هي معظمها مبادرات إبراء ذمة أكثر منها مبادرات قابلة للتنفيذ. إبراء ذمة أم أنها جاءت بإيعاز من أطراف أخرى كما يرى بعض المراقبون بأن هذه المبادرات تأتي لصالح طرف ضد طرف آخر لتعزز وتقوي أوراق التفاوض لجهة يعني ضد أخرى؟ في النهاية كل المبادرات يعني غير مهمة، عندنا احنا قرار أممي اللي هو قرار 2216، كل المبادرة أي مبادرة لا تتمحور حوالين بنود هذا القرار، وهذا بنود هذا القرار هي لصالح الحكومة في الرياض بشكل كبير، فبالتالي أي مبادرة خارج بنود هذا القرار الأممي محكومة بالفشل في الأخير. الحكومة الرياض تمتلك قرار أممي هو لصالحها إلى حد كبير، فبالتالي هذه نقطة. ثانيا أنا مش شايفة في تشابه كبير ما بين مبادرة الحزب الاشتراكي على مبادرة علي ناصر محمد مثلا، لكل طرف له دوافع على ما أعتقد. هو الحديث عن أطراف متصارعة وعن جميع الأطراف وتعميم هذه العبارات ربما هو القاسم المشترك بين هذه المبادرات. هذا أكيد، يعني في الأخير هي مبادرات سياسية بتحاول تيجي من أطراف بيقدموا نفسهم كأطراف محايدين، انه في اطراف متصارعه واحنا طرف محايد بنقدم مبادره، فبطبيعي انه حيتكلم على اطراف متصارعه لن يتحدث على طرف مخطئ او طرف مصيب يعني مثلا. نعم. عموما لمزيد من التفاصيل ما ورد في مبادرة الرئيس علي ناصر محمد نذهب إلى هذا التقرير ونعود للنقاش.
إذا أعود إليكم مشاهدينا الكرام، وأعود إليك أستاذ عبد الهادي العزعزي. استعرضنا قبل قليل ملخص للمبادرة التي تقدم بها الرئيس السابق علي ناصر محمد، وكان قبلها قد تقدمت مجموعة من الأحزاب على رأسهم الاشتراكي والناصري بمبادرة شبيهة. برأيك أولا، لماذا لا تحظى هذه المبادرة المحلية بذلك الاهتمام، وما دلالة توقيت مثلا مبادرة علي ناصر محمد الرئيس السابق؟ أعتقد أن تقديم مبادرات الآن للحل، هل لحل القتال، هل لحل الأزمة اليمنية، ما هي ضماناتها وماذا بعد؟ الناس دماؤهم تسيح، ألا يفهم هؤلاء ما معنى أن تسيح دماء الآخرين وتطلب منه أن يأتي ليوقع ليتنازل عن دمه؟ اثنين، السؤال الأهم، الأطراف التي قدمت مبادرات أليست أطرافا يمنية؟ ما مفهوم الحياد هنا؟ عندما يقدم طرفا سياسي أو لاعبا سياسي، عندما يقول هناك نادي رياضي ويرفض الكلام عن الكرة، عن كرة القدم، إذا ما هذا، ما هو هذا النادي أو ما هي اللعب التي يمثلها؟ نتكلم عن أحزابا سياسية، ما هو الحياد؟ عندما يتعرض أمن الناس والمجتمع للخطر فالحياد خيانة هنا. الذي يطرح الآن من مبادرة سياسية، ألم يكن هؤلاء جميعا هم متواجدين داخل موزمبيق وخرجوا ليتقاتلوا؟ نحن اليمنيين على الأسف الشديد عندما نتحاور لكي نستعد للحرب، لا لحل الإشكال. كنا نعتقد أن الأطراف السياسية تمتلك رؤى راشدة، لكننا أنا اليوم على قناعة أن من كانوا أطراف المشكلة لا يمكن أن يكونوا أطرافا في الحل. هناك حالة إسقاط للدولة، الدولة قاسم عام لنا جميعا. أنت تتحدث عن الأحزاب هي أطراف في المشكلة وأسباب في المشكلة، القوة والمتحكم والآمر الناهي وبيدها الدولة الخشنة، وبالتالي بيدها السلطة والمال، وما على البقية إلا متقصين تماما. وهذا هو سر الإشكال وآلية الخلاف القائمة اليوم. هناك حالة من إعادة توزيع السلطة والثروة داخل البلد أطرافا ترفضها وأطرافا وقفت على الحياد، هي إما أنها في حالة عبث أو أنها تتم قسمها كتكوينات سياسية. هناك حالة من الانقسام. الجمهورية اليمنية على مدار تاريخها كانت دولة فيدرالية بشكل كبير، وكونفدرالية هذا ما عرف بملوك وأقيا الحمر عبر التاريخ. هناك حالة من التجانس، إما أنكم مواطنين جميعا أو فالحرب هي التي تدار رحاها الآن. هي نوع من الحوار أيضا، من قال أن الحوار توقف؟ الحوار مستمر، لكن الأطراف التي كانت يجب أن تكون في المشهد الآخر مع المقاومة هربت خارج البلد. لم نسمع حتى رئيس الوزراء والبقية إما أن يحدد، والأحزاب مع من هذه الأحزاب بدرجة أساسية مع المقاومين. أما الطرف الآخر اليوم المشهد ضبابي، الجميع يتهرب من المسؤولية، إذا عليه أن لا يدخل اللعبة من أساسها. وما هي الضمانات التي سوف توفر هذه الأطراف؟ لم يملك يدا خشنة على إعادة من يرفض هذه المبادرة أو لا يلتزم بها. نعم، إذا شكرا لك أستاذ عبد الهادي العزعزي، كنت معنا عبر هذه التغطية الخاصة من تعز، شكرا جزيلا لك. وأنقل آخر ما جاء في حديثك إلى الأستاذة ميساء شجاع الدين. يتحدث السيد عبد الهادي عن الضمانات، ما هي ضمانات الذهاب إلى جنيف، وماذا ما الذي يمكن أن تكون قد قدمته الأحزاب خلال الفترة الماضية، بل أنه ذهب إلى أن هذه الأحزاب كانت جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل ولن تكون، كيف تنظرين إلى هذا الطرح؟ الأحزاب اليمنية أثبتت أنها ضعيفة جدا، وأثبتت أن إحنا بنتكلم الآن على عملية سياسية، أو يكاد يكون غياب للعملية السياسية، غياب لوجود الدولة. إذن في الأخير الأحزاب هي مكونات مدنية، وجود الدولة أحد مكوناتها. يعني أما يصعب أن إحنا نتكلم على عملية سياسية فاعلة فيها الأحزاب، نتكلم فيها على غياب دولة، فهذه مشكلة كبيرة. يعني الأحزاب هي جزء من المشكلة، والآن صار غيابها أيضا يعمق هذه المشكلة، وغيابه أحد أسباب نتائج غياب الدولة. يعني في الأخير نتكلم على مكونات مدنية، لا يوجد مكونات مدنية في غياب دولة.
نعم الأستاذة ميساء شجاع الدين الباحثة والكاتبة اليمنية، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك وشكرا لكم أعزائي المشاهدين لمتابعتنا في هذه التغطية الخاصة التي خصصناها عن المبادرة المحلية وإمكانيات الحل للأزمة اليمنية. نلقاكم في تغطية قادمة، إلى اللقاء.